منذ 30 أغسطس عام 2006، وفي مثل هذا التاريخ من كل عام تتجدد الأسئلة والعناوين والتأويلات والأفكار حول مشروع الروائي المصري العالمي نجيب محفوظ الذي رحل عن عالمنا في ذلك اليوم. فما الذي أبقى أدب نجيب محفوظ مؤثراً ونابضاً بالحياة منذ الستينيات وحتى يومنا هذا؟ نجيب محفوظ بحي الجمالية بالقاهرة القديمة في 11 من ديسمبر عام 1911، وكانت ثورة 1919 من المراحل المؤثرة على حياة محفوظ، إذ كانت تجربته الأولى من المشاعر الوطنية وألهمته فيما بعد في إنتاج أعماله الأدبية. بدأ حياته الأدبية عام 1936 بنشر قصص قصيرة في جريدة الرسالة، وبرغم أنه نشر عدة روايات مثل حكمة خوف وردوبيس إلا أن موهبته لم تكن مصقولة بعد، حتى نشر الثلاثية الشهيرة وكتب العديد من الروايات، منها الحرافيش والسراب وزؤاء المدأ وأولاد حارتنا وغيرها. فبين ثنايا روايات نجيب محفوظ يأخذك صاحب نوبل في رحلة غنية بتفاصيل الحارة المصرية وتجسيد معاناة وأفراح قاطنيها، فلم تكن تلك الحارات مجرد أزقة يعبرها الناس، بل هي حياة تنبض بأشخاص وعلاقات تجلت من خلالها الواقعية. حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب عام 1988 ليصبح أول مصري وعربي يفوز بها، وفي 1995 نجا من محاولة اغتيال بالطعن في عنقه، إلا أن الحادثة أثرت على قدرته الكتابية، فنشر منذ ذلك الحين بعض القصص القصيرة حتى وفاته في 2006. الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان، أما الموت فهو الحقيقة الراسخة. كلمات أثرت في كثير من المصريين خرجت من رجل عظيم، إنه الأديب الكبير نجيب محفوظ.